اهلا حبيباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، اموركم هانيه. فيديو جديد ونهار جديد. العطله يا اختي، العطله والوليدات والدار، شي حاجه اللي ما كتطلقاش. ضحكتني واحد الاخت في الفيديو الفايت، قالت لي العطله هي الدار المدبزه مع الوليدات. طارت يا البنات العطله، تبارك الله. اليوم راه الخميس، الصراحة زعما غمض عينيك حلها، الوقت كلات كطير، يا ربي يجعل لينا فيها البركة. المهم حمقوكم الوليدات ولا مازال؟ أنا هنايا راني كندير لي دوفوغ مع زياد، التمارين ديالو، وحمقني حمقني سطاني. أنا كنقول ليه خدم، هو كل شوية كيتلهب هادي ويهز هادي. راكم عارفين الوليدات كاملين تبارك الله في هاد السن كيكونوا مشطونين بسلامتهم، الله يحفظهم لينا يا ربي. وحمقني ما نكذبش عليكم، عرفتوا كل ساعه كتب كتب كتب، كتولي دايره بحال الببغاء. ايوا هو كيكتب وانا كنشقى حداه، وميم طون تحت الاعين ديالي، باش كل مره نبدا اختكم بحال الببغاء كما قلت لكم، كتب 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 كتب. المهم هنايا راني كنجمع في البيت ديالو، حيت يومين هادي ما جمعتها صراحه، يلاه كنطوي الفراش ديالو فقط، فهنايا جيت باش نجمعها نطرفها، وفي نفس الوقت هو جالس معايا كنتعاودو كنوريه. وهذا غيبان لكم هذاك الماب الابيض، هذاك البنات اللي متابعيني من شحال هذا غيكونوا عارفين، هذاك الماب هو اللي كان عندي في الدخله ديال الدار، كنت حاطه فيه الصبيبطات، حاطه فيه كنحطو فيه السوارت وداك الشيء كامل. حيدته من تما، حيت بدلت المدخل ديال البيت، درت ليه ديكور جديد بالكامل، وغادي نشاركو معكم ان شاء الله في الفيديو الماجي، ماشي هذا اللي جاي، اللي وراه ان شاء الله غادي نشاركو معكم بالتفاصيل الممله، وغادي يعجبكم، انا متاكده غيعجبكم، حيت سامبل وزوين وكلاس في نفس الوقت. هذا جيت حيدته وحطيته هنايا في البيت ديال الدراري. علاش؟ حيت ناويه ان شاء الله غايبان لكم مسكين راه مفافي، كنت خليته من واحد المحل ديال الاتات اللي لا علاقه، من تما عمري رجعت نتقدم عندهم شي اتات. خسروا ليه دوك السكه ديالو، خسروا كاملين. دابا ان شاء الله كنتسنى غير المسيو يمشي يتقداهم عند الدروغري ويجي ويبدل ليه السكات ديالو كاملين، باش هذا ان شاء الله هو اللي غادي يكون ندير فيه هكا الحوايج ديال البيبي. كنت ناويه انني ندير ليه هذا الكبير عندي اللي عندي في غرفه النوم، وانا غادي نبدل غرفه النوم حتى هي غادي نبدلها كامله ان شاء الله، ولكن حاليا ما نكذبش عليكم مازال ما عندي البيدجي ديال هذاك الشيء، علاش قلت نعدي بهذا ندير فيه الحويجات ديال البيبي. اوناتوندون ان شاء الله، فصافي حاولت هكا نطرف نحيد الغبره. ايوا قولوا لي نتوما كيفاش دوزتوا العطله مع وليداتكم؟ سطاوكم شي شويه؟ سطاوكم شي شويه؟ ردوتوا شي شويه ديك الاسطوانه ديال الكلاص، هدار صادير عندك حيد من تم، هذاك شي حاجه اللي عاديه وكتعيشها كل ام مغربيه ضروري يا اختي، الله يسمح لنا من الوالدين. وشوفوا راه ما كاينش شي طفل ملائكي، راه عادي جدا. ها نتوما شوفوا الخانز، انا نايضه مشيت للوحه وناض كيتسلت من بلاصتو. ضروري شوفوا الطفل الطبيعي هو اللي كيكون طفل حركي، كيلعب كيكتشف. شوفوا راه طاح من الكرسي. ما يمكن زيد، دابا كندير مونتاج راني ميتة والضحك عليه، ولكن عرفتوها كيبقاو جالسين تكيديروا شي حوايج. المهم هادو هما الدراري، الله يحفظهم لينا يا ربي، ويعطينا معاهم القوة باش نكبروهم ونوصلهم المناصب اللي بغينا ان شاء الله. نشوفوهم دائما، اي ام كتسعى انها تشوف وليداتها احسن منها، يا ربي يا ربي توفقنا كامل. يلا حبيبتي خليكي معايا حتى الاخر ديال الفلوغ، حيت غادي ندير معاك ان شاء الله ديمونستراسيون ديال لاسبيراتور كيفاش جاتني، نعرفك عليها اكثر. واكيد الحباب ما تنسونيش بلي لايك ديالكم، الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم. اللي جديد واول مره كيشوف القناه ما تنساش انك تضغط على زر الاشتراك، ومرحبا والف الف مرحبا.
وهنا يا اختي تشهيت المخنفر، عرفتو حمقني، كنت باغا غير ناكلو وانا تصايبتو بلا عجز عليا. الا بغيتو نصايب معكم الوصفه قولوها لي على الراس والعين نعاود نشاركها معكم. الاول مره صايبتو طلع غزال ناجح ومفشفش يا البنات. عرفتو اول مره ندوق المخنفر باش نكون معكم صريحه، واعر، واحد الميلونج ما بين البغرير ما بين المسمن، عرفتو رائع 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 رائع، واعر وسهل. ان شاء الله غادي نشاركو معكم، الا كنتو مهتمين كتبوها لي في لي كومونتير. صافي بديت هنايا كنطيب فيه، كنطيب في مقيله وكنقلب في المقيله الاخرى باش نحمر فيها. هانتوما كيفاش كيجي عتو، كيجي غزال يا البنات من داكشي رطيب كما قلت لكم، بحال البغرير تماما، وهو كيكون هكا محمر من برا. صافي درت معاه زبيده وعسيله ودرنا به الكوتيجا من داكشي. يا سلام. بنات كانوا بزاف منكم اللي قالوا لي امل هضري لنا على لاسبيراتور، واش تنصحينا بها ولا لا، كيفاش جاتك، واش عمليه، واش كتستحق الثمن ديالها. لاسبيراتور البنات هي هذه، انا غنقلب الكاميرا باش نهضر لكم عليها اليوم بالتفاصيل مملة، وندير لكم ريفيو عليها ونقول لكم كيفاش جاتني وشي كامل. في الوقت اللي غادي ندير لكم الريفيو ديالي على لاسبيراتور كيفاش جاتني، واش كتستاهل الثمن ديالها، حيت كيجيني عليها اسئله كثيره سواء في انستغرام سواء هنايا في اليوتيوب. اليوم قلت ولا بد نهضر لكم عليها، تقريبا راه عندي مده وهي عندي، المهم مده اللي خديت فيها فكره وقلبتها مزيان وخدمتها مزيان وعرفت شنو السلبيات ديالها شنو الايجابيات ديالها. ولحد الساعه نقدر نقول لكم اني ساتيسفيت من لاشا ديالي وعاجباني ونفعتني بواحد الطريقه خياليه. البنات اللي كيعصبوهم لي زاسبيراتور اللي فيهم الخيط، ركب الخيط من هنا حيدو من هنا ديرو من هنا صافي رحمه. المهم البنات هذه هي لاسبيراتور، سميتها هوفر اش فري صون، غادي نخليكم التصويره ديالها هنايا باش تشوفوها. غتلقاوها في كاع لي غون سيرفاس، لي ماغازان اللي كيبيعوا هادشي ديال الكترونيك موجوده دابا. الثمن ديالها انا خديتها ب 1529 درهم، كاين اللي كيلقاها رخص كاين اللي كيلقاها اكثر. المهم انا هذا هو الثمن باش خديتها. غتقولي علاش مشيتي تشوفي في محلات اخرين تقدر تلقايها رخص؟ انا كنت كنقلب على الكارونتي، هي فيها كارونتي ديال عامين، وبالنسبه لي الكارونتي شي حاجه اللي مهمه بزاف. المهم لاسبيراتور كما قلت لكم كتجي سون فيل، يعني تقدري دوزيها بحال هكا بلا ما تستعجلي كي تركبي لا بريز لا والو. وكيجي فيها الباتري، هذا هو الباتري ديالها، ها هو كيفاش كيجي، هذا كديريه كيتشارجا. البنات اللي غادي يسولوني على الشارج، باش نقول لكم هي كتبين انها كتاخذ الشارج تقريبا 40 دقيقه، هذا كتحطيه يتشارجا واحد 6 ساعات. باش نجيب لكم الشارجور انا خاشيه هنايا، هذا هو الشارجور ديالها.
كتركبيه في الضوء وكديري هذا هنايا وكتخليها كتشارجا واحد 6 ساعات. غير باش نقول لكم انا الدار عندي كبيره ياك، وفاش كنجي كنأسبيري بها مثلا اسبيريت الدار كامله بالفراش، فاش كنقول الدار كامله بالارض بالزرابي بالفراش، انا لاسبيراتور كنديرها لكل شيء حتى الارض. الارض راه ما كندوزش طبعا، باش كندوز اسبيراتور حيت كتجيني احسن، كتمص هذيك الخمله اللي كتبقى كطير. ف الى اسبيريت بها الدار كامله بالفراش الناموسيه الكنابي البيوتا الارض الزرابي وكل شيء، فكيخصني مع سالي نحيدها ونديرها كتشارجا. سينو كنت مثلا اسبيريت بها غير الكوزينه ولا غير الكلوار ولا غير البيت، تقدر دير لي الشارج حتى اليومين. هذه من جهه، من جهه اخرى نحط هذا هنايا، من جهه اخرى اللي زوين فيها هو هذه القضيه، هذه تقدري تحيديها وتخدمي غير بهذا، يا اما تخدمي بهذا الراس اللي كتجي فيه هذه الشويته هذه، انا غنوريها لكم شفتوها كتجي فيها هذه الشويته هذه، وكتبقاي كتاسبيري مثلا لي تيغوار مثلا فوق الفراش، انا هذه كنخدمها فوق الفراش بزاف، الكنابي هكا السدادر الناموسيه كتحيد الغبره، عندها بزاف ديال الاستعمالات. ولا تقدري تاخدي هاد كتقدري تطير الفرن، تقدري تاخدي هاد الاكسسوار هذا كيجي مخشي هنايا وتركبيه هنايا، هانتوما شفتو هذا، تخدمي الكوانات تخدمي لديك البلاصه ديال الشراج من دوك الكنيسات ديال الشراج اللي دائما كنلقاو معاهم مشاكل، الحافه ديال السداري ولا ديال الكنابي عندها بزاف ديال الاستعمالات، كتسالي منها وكتجي على اللو خشيها هنايا. الفلترات فيها فلتر هنايا وفيها فلتر هنايا، ها هو شفتو هذا خاصني غدا نغسلها، عمري ما غسلتها من نهار شريتها، هذا كيتغسل وهذه كتحليها من هنايا وكتخويها، كتحل بحال البواطا كتخويها، راها عامره دابا كتخويها، انا غنخويها معاكم. وحتى هاد الفلترات اللي لداخل راهم كيتغسلوا بالماء وكلشي، ان شاء الله نهار غادي ندير لها نيتواياج غنشاركها معكم. هذه بالنسبه لهاد الراس الكبير هذا. بالنسبه للاكسسوار الاخر اللي كيجي معاهم هو هاد الرويس هذا اللي عملي فوق القياس وعجبني بزاف، كيجي بحال هكا، هو التصغير ديال هاد الكبير هذا، شفتوا هاد الكبير هذا، هذا الصغيور ديالو. هذا انا شنو فاش كنستعملو، كنستعملو الكنابي، راه ما نقولش لكم الغبره اللي كيجرها، راه ما نقولش لكم. هذا كتركبيه يا اما في هذه الصغيره هذه يا اما في العصا الكبيره، وكتدوزي على سدادر ناموسيه لي كنابي، كيجر لك الغبره من داك الشيء الرفيع يا البنات. المهم هنايا هذه دايرينها خاصه الناس اللي عندهم القطط والكلاب، ولكن صراحة رائعة وعملية حتى هي، فيها شطيطيبة من الداخل، الدور ديال الشطابة البنات كتمص لكم الشعر، عرفتو كتلقاو الشعر فيها ملوي لداخل. سينو نحاول ما ننسى والو، بلاتي غادي نجبد هاد الراس هذا، اوب هذا هو الراس الكبير، هو الراس الرئيسي اللي كدوزيه للزرابي الارض وكلشي. لي زوين فيه في النيتواياج ديالو هو هاد القضيه، كتكون واحد العيبه هنايا كديري لها هكا، شفتو، وكتحيدي هاد المشطه هادي، عيبان لكم هنايا الشعر ها هو ملوي، شفتو كما قلت لكم انا مازال ما درتها النيتواياج، باش النيتواياج نصورو معكم ان شاء الله. يعني هادي كتفصل تحيد، باش كتحيديها تغسليها وتحيدي منها الشعر وكلشي. وحتى هذا هذا هو تقدري تحيديه كامل بلا لاباري بلا والو، دونك فوالا صراحه ساتيسفيت منها، عجبني بزاف ونفعتني نفعتني نفعتني فوق القياس. تخدميها الارض تخدميها الفراش تخدميها البلاكارات، بزاف ديال الاستعمالات. كيما بالنسبه للفيتاس ديالها فيها 22 فولت،
وكاس اسبيري فريمون كتجر الخمله عرفتو هنايا راه كتلقاو العجائب والغرائب وباز زوينه تقدري حتى هضره صحيدي وديري في الطوب. ولا بنات حاولت نهضر لكم على كل شيء، الى عندكم مازال اسئله خليهم لي في كومونتير، اي اقتراح او اي سؤال على الراس والعين غادي نكونوا هنايا سالينا البلوك ديالنا. حاولت نهضر لكم عليها بداكشي اللي تفكرت، الى نسيت شي حاجه فكروني ونجاوبكم عليها في الفيديوهات الماجيه ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، ما تنسونيش بزاف ديري لايك والدعم ديالكم اكيد، وغادي نتلاقاو في فيديو ديال غدا ان شاء الله. سلامه.